سبورتس مع أنور سالم. سبورتس مع أنور سالم. أعزائي مشاهدي ومتابعي برنامج سبورتس مع أنور سالم في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، تحية طيبة ولقاء يتجدد كل سبت عشان نتقابل من خلال قناة الصحة والجمال ونقدم سبوتاتنا من خلال حلقتنا من برنامج سبوتس. النهاردة حلقة ليها خصوصية، عشان كده ظاهر مع حضراتكم لوحدي النهاردة من أول الحلقة وحتى آخرها. النهاردة رغم أن هي الحلقة رقم 11 من خلال قناة الصحة والجمال واقتربنا من انتهاء الموسم الثالث، إلا أنها الحلقة رقم 50 من البرنامج منذ بدايته وحتى الآن. إن شاء الله نكمل مع حضراتكم حلقات نوصل للمية والمية وخمسين والمتين، ونكون مستمرين بنفس مبادئنا ونفس رسالتنا اللي بدأنا بيها ومستمرين عليها إن شاء الله. برنامج يبحث عن حق الوطن والمواطن، برنامج يحترم مؤسسات الدولة المصرية ولم يتنحى عن هذا الأمر منذ بدايته وحتى الآن. نناقش ونحلل ونقدم ونعرض صوت من لا صوت له، ولكن الصوت الوطني المحترم الذي يحترم هذه الدولة، لأن ليس هناك وطن بدون مواطن ولا مواطن بدون وطن، وكلنا بنكمل بعض عشان دولتنا تفضل دولة محترمة متقدمة بإذن الله في القريب العاجل نكون في أعلى وأعلى وأعلى المراتب. النهاردة مكملين مواضيعنا اللي بنناقشها والجزء التربوي اللي احنا بنتكلم فيه كتير جدا في المجتمع المصري. ناقشنا قبل كده قضايا كتيرة جدا عن قضايا الانتحار وقضايا المخدرات، وتكلمنا عن مشاكل كتير جدا بتحصل مع المواطنين. النهاردة في موضوع مهم جدا وتحت عنوان القيم المجتمعية والإنسانية، ممكن نزود عليها كمان والأخلاقية. إيه اللي حصل في المجتمع المصري؟ الأفراد والناس البسطاء. سمعنا قبل كده عن حد انتحر وانتقدنا ده، سمعنا عن حد تهجم على حد وقتل حد وانتقدنا ده، وتكلمنا وتناقشنا وحذرنا. لكن النهاردة لفت نظري خلال الأيام اللي فاتت حادثتين يندى لهما الجبين. وارد جدا إن أي أب يعنف أولاده ويضربهم، يزعق لهم، يشقط فيهم، يزقهم، لكن ان هو يقتلهم حصلت قبل كده قتل يعني بدون قصد، يعني قتل بدون عمد، ان حد بيزق ابنه بيضربه توفى. لكن النهارده لما يبقى في ولي امر تبقى يعني يجرؤ ان هو يمشي ويجيب سلاح ويخطط لجريمه متكامله عشان يقتل ابنه اللي لسه في مقتبل العمر. أنا جات لي رسالة من صديق من قرية طناح في محافظة الدقهلية، بيقول لي في شاب اسمه أدهم، الشاب ده مختفي، وبعد كده قال لي ده الشاب ده توفى وحقه ومش حقه. طبعا الله يرحمه، ولكن قوات الأمن بسرعة قدرت تتحرك وتكشف الغموض، واكتشفوا أن الوالد هو القاتل مع سبق الإصرار والترصد. وصلنا للمرحلة دي؟ مش بس كده، مش هنروح بعيد، لسه في محافظة الدقهلية كمان أب انتشر له فيديو وهو بيجرد بنته الرضيعة من ملابسها وعاوز يحرقها. الفيديو انتشر بشكل كبير جدا وبدون وركزوا في النقطة دي، بدون ان في حد يبلغ عن الواقعة، تحركت قوات الأمن سريعا وقدروا ان هم يقبضوا على هذا الرجل في هذه الفعلة الشنعاء. ايه يا جماعة اللي حصل؟ هتقولوا ضغوطات، كلنا عندنا ضغوطات، بس ما توصلش للمراحل دي. الأب بيقتل أولاده، يعني يا جماعة يعني أنا مش قادر أتصورها. إزاي تبدأ تفكر وتبدأ تتحرك وتشتري حاجات مش فاهم، مش قادر أستوعبها، مش قادر أتكلم وأعبر عنها بشكل قوي، لأن يعني حضراتكم حاسين كأولياء أمور أو كناس باللي أنا بقوله. وكمان يعني الأب اللي يعني معلش يعني لو طفل أو طفلة صغيرة رضيع وبيغير ملابسه الحفاضة، يعني إخواته ما بيشوفوهوش، يجي الأب ياخد بنته في الشارع ويعمل فيها كده؟ ده منطق؟ هي دي عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا المجتمعية؟
سواء كمجتمع مصري أو مجتمع عربي أو إسلامي؟ مش عارف إحنا وصلنا لده إزاي؟ طب حد ممكن يقول لي لا 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 هم دول مضغوطين وعندهم ظروف اقتصادية وحاجات، أنا مش بحلل ده، أنا بتكلم عن الحاجات النابعة من اللي جوه. طب اللي حصل في الجزيرة وبدون تفاصيل كتيرة، حفلة عيد ميلاد بلس 60، مش هقول كان فيه إيه، مش هقول كان فيه إيه، ولا هعرض صور ولا هتكلم، لأن أنا ما يهمنيش الفرقعة، ما يهمنيش الفرقعة، أنا يهمني إن إحنا نصلح الخطأ ده. ناس المفترض إن هم راقيين عقلا وسنا واقتصادا وسياسة وكل حاجة، ويطلع منهم ناس ويتصرفوا هذا التصرف وينزلوا الفيديوهات دي، يعني بيتباهوا بما حدث. طبعا ده انتشر بشكل كبير جدا، وكل واحد الحق يلا خلص عشان نطلع الترند ونتكلم عنه، لكن ما حدش بص ايه اللي وصلنا لكده. طب احنا في فترة من الفترات كنا بنطلع في حلقات ونقول ربوا أولادكم، طب دول نقول لهم ايه؟ سواء الأولانيين أو التانيين نقول لهم ايه؟ كل اللي أقدر أقوله استقيموا يرحمكم الله، عشان نرجع مجتمع مظبوط سوي. مش هننكد عليكم كتير، وإحنا معانا فيديوهات كتير وقصص كتير لمواهب كتير بتجيلنا على البرنامج. النهاردة اخترنا منها فيديو لموهبة في الرسم أو الفن، مش عارف بقول بقى التشكيلي ولا إيه، المهم هو نوع من أنواع الفنون، موهبة جميلة جداً. مريم نعيم من محافظة دمياط بعت لنا فيديو. تعالوا نطلع فاصل ونتفرج على الفيديو ونرجع نكمل حلقتنا، انتظرونا. سبورتس مع أنور سالم. أنا مريم نعيم، عندي 19 سنة، محافظة دمياط، خريجة دبلوم زغرفة قسم تنسيق وإعلام. بحب الرسم جداً، وبدأت أنمي الموهبة من سنة 2018. حلمي أن أوصل محتوى كويس لكل الناس، وأن اسمي يكبر وأفتح أكاديمية تعليمي وأعرض فيه رسوماتي. في الفيديو ده هعرض ليكم جزء من شغلي. جزيل الشكر للإعلامي الأستاذ أنور سالم والبرنامج سبوتس والقناة صحة وجمال، وشكرا جدا للعمل. سبوتس مع أنور سالم. عدنا مرة أخرى بعد الفاصل أعزائي المشاهدين عشان نكمل سبوتاتنا اللي موجودة النهاردة في حلقتنا. طبعا وسائل التواصل الاجتماعي انتشرت وكثرت كثير جدا، كلنا عارفين منها طبعا الفيسبوك والتويتر والانستجرام وحاجات كتير، بس كان من اهم الوسائل دي اللي بتستخدم بشكل عملي اكتر كان برنامج الواتساب. برنامج الواتساب كثرت عليه الاقاويل الفتره اللي فاتت، خاصه بعد رسائل الخصوصيه اللي وصلت للمتابعين عشان يقولوا ان في حاجات جديدة بتضاف إلى الواتساب، وبدأ الناس تبدأ تقول الحق، وشوف ناس بتعمل فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي عشان يجيبوا مشاهدات، ده في مشكلة في الواتساب، لا شيل ده، لا حط ده، واللي يعمل إعلان لبرنامج تاني وهكذا. برضو ما بصناش للمشكلة، هل هي الكلام اللي بيتقال صح ولا غلط؟ طب إيه الحقيقة وإيه اللي مش مظبوط؟ كل الكلام ده كل الناس بتتكلم فيه بدون دراية ودون دراسة
ودون وعي لأصل المشكلة، وإذا كان أصلاً في مشكلة ولا لا، يا ترى في مشكلة في الموضوع ده ولا لا. أنا بس حابب أقول إن الواتساب أما كنا في المملكة العربية السعودية كان بيعد من وسائل التواصل اللي بيعتبر وثيقة رسمية. وثيقة رسمية، أيوة، كنت ممكن تبعت مستند أو رسالة يعتد بها في كل مكان، ونقدر إن إحنا نستغلها كوثيقة رسمية. عشان كده ونعطي لكل حق حقه وللعيش نديه لخبازه، معانا دلوقتي المهندس محمود مندي خبير تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات. باشمهندس محمود، أهلا بحضرتك في برنامج سبوتس. أستاذ أنور، أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. حضرتك سمعت معانا إحنا بنتكلم على الواتساب والكلام اللي أثير حوله، يا ريت حضرتك توضح للسادة المشاهدين حقيقة الأمر اللي تم تداوله بشكل كبير الفترة اللي فاتت بخصوص تطبيق الواتساب. تمام. هو بداية أبليكيشن فيسبوك، هو الإصدار الأول ليه كان في يناير 2009، بعد كده أعلنت شركة فيسبوك شراءه في 19 فبراير 2014. حضرتك تتكلم على الواتساب. ده الابلكيشن الواتساب. احنا بس هنعرف بالابلكيشن عشان نعرف ايه الابديتس اللي حصلت وتاثيرها ايه على المستخدم. هو بقى تابع لشركه فيسبوك من سنه 2014، وعدد المستخدمين بتوعه وصل 2 مليار مستخدم لحد الان. طبعا سياسات الخصوصيه كان المفروض، السياسات الجديده كان المفروض تدخل حيز التنفيذ في 8 فبراير 2021، لكن الشركة أجلتها 15 مايو. طيب إيه بقى المشكلة أو إيه القلق من تنفيذ السياسات دي؟ هي شركة فيسبوك أعلنت إن في بعض التعديلات على سياسات الخصوصية هتتيح للأبليكيشن الوصول لبعض البيانات الخاصة بالمستخدم، زي طبعاً الاسم ورقم التليفون والميل، الإيميل اللي بيتاخد عليه الباك اب، نوع الموبايل، جهات الاتصال، عدد مرات التواصل مع الآخرين، اللوكيشن بتاعك، الاي بي، معلومات كتيرة جدا واتساب أو شركة فيسبوك هتقدر تطلع عليها من خلال تطبيقها اللي هو الواتساب. طب هل ده يدعو للقلق؟ أيوة، ده اللي عاوزين نوصله طبعاً. هل في القلق اللي وصل للناس، هل ده طبيعي والقلق ده مطلوب فعلا ولا إيه الحقيقة؟ هو القلق طبيعي، لأن شركة واتساب أخطأت توصيل المعلومة. حتى الشركة اعتذرت، برضو اللي أنا عايز أقوله إن الشركة ما اعتذرتش عن تطبيق السياسات، السياسات هتتطبق، وكل الموضوع إنها تأجلت ل 15 مايو لحد ما الشركة توضح وتفهم الناس وتزيل الالتباس اللي حصل. هو الموضوع ما يدعوش للقلق. طب حضرتك يا ريت تفسره لنا بس. نعم؟ يا ريت حضرتك تفسر لنا إيه التحديث بالظبط؟ التحديث هدفه تجاري بحت. طبعا حضرتك عارف ان شركه فيسبوك شركه هادفه للربح، هدفها ان هي توصل لاكبر قدر من المستخدمين وتوصل لهم الاعلانات التجاريه للحاجات اللي هم مهتمين بيها او المنتجات، وحسب المنطقه الجغرافيه بتاعتهم وحسب السن وحسب الاهتمامات. طبعا بعد ما شركه واتساب اندمجت مع شركه فيسبوك بقى الهدف برضه ربحي، فسياسات الخصوصيه المطبقه على الفيسبوك هي اللي هتطبق على الواتساب. يعني ما فيش حاجه زياده عن الخصوصيه اللي مطبقه على الفيسبوك او الداتا اللي الشركه بتوصل لها من خلال حسابات مستخدمي الفيسبوك. فده الالتباس اللي حصل عند الناس، ان الشركه اعلنت ده بشكل مختصر، ما وضحتش التفاصيل، فطبعا ده الالتباس. طب هل الناس تقلق ولا لا؟ لا، الناس ما تقلقش لكذا سبب. اولا الرسائل اللي بيتم تبادلها بين الاشخاص، يعني انا مثلا بكلم عليك على واتساب، الرسائل دي انكريبتد، يعني مشفره، يعني لو في اي جهه او في اي جهه رقابيه او في اي جهه تجاريه خدت الداتا دي، مش هتقدر تطلع على الرسائل دي، مش هتقدر تطلع على الرسائل اللي بيتم تبادلها بيني وبين حضرتك. ده نوع من التشفير اسمه اند تو اند انكريبشن. لو شخص عمل سنيف للداتا دي بطريقه غير مشروعه هتبقى الداتا مشفره، مش هيقدر يقراها، والرسائل والميديا وكل حاجه بيتم تبادلها ما بين الواتساب، ما بين اكونتين واتساب. الرسائل اللي بتمر من سيرفرات الواتساب نفسه ما بتسيفش على السيرفرات بتاعه الواتساب، هو السيرفر مجرد ان هو بيوصلها من طرف لطرف اخر، ولو ما وصلتش للطرف الاخر، انت مثلا بعت رساله لحد ما وصلتش،
سيرفرات الواتساب بتحتفظ بالرسائل غير المستلمه لمده 30 يوم وبعد كده بتحذفها. فتطبيق الواتساب يعني سوء الفهم اللي حاصل عند الناس ان انا الرسائل اللي انا ببعتها هتتشاف، الميديا اللي انا ببعتها هتتشاف، لا ده فهم خاطئ. هل وصل للناس ان صورنا رسائلنا حاجاتنا كلها تبقى متاحه وتظهر من خلال الفيسبوك؟ الرسائل زي مضحك مشخطره. تمام. وده بيميز تطبيق واتساب عن تطبيقات كتيره جدا. يبقى حضرتك بتقول ان التحديث امن؟ معلش يا باشمهندس، هو بيجمع جهات الاتصال بتاعتي عشان طبعا في واتساب بيزنس. باشمهندس بقول لحضرتك يعني حضرتك بتقول ان الواتساب تطبيق امن حتى بعد التحديث الجديد اللي تم تاجيله ولم يتم الغائه، والموضوع مش جديد، ده بيتم تداوله من خلال فيسبوك قبل كده، اصبح الربط كمان مع الواتساب. بالظبط، هو الواتساب بالنسبه لمستخدمي الفيسبوك تطبيق امن جدا. هو القلق، القلق من ايه؟ ان واتساب بيجمع جهات الاتصال بتاعتي. ايوه. بيجمع الجروبس اللي انا مشترك فيها، بيجمع الشركات اللي عندها اكونتات واتساب بيزنس اللي انا براسلهم عشان عايز اشتري حاجه معينه. فده شيء مش مقلق، ده شيء تجاري وفيسبوك اوريدي بيعمله، وفي مواقع كتيره بتعمله. لو حضرتك تلاحظ لما تدخل على موقع بيقول لك انا عايز انزل حاجه اسمها كوكيز او ملفات ارتباط. الملفات دي عشان الموقع يجمع معلومات عنك ويشوف اهتماماتك فينزل لك الاعلانات اللي تناسبك. تمام. فالموضوع كله تجاري، ما فيهوش اي نوع من انواع القلق. سوء الفهم اللي عند الناس ان واتساب بيطلع على الرسائل او الميديا او اي حاجه انا ببعتها، ده سوء فهم ناتج عن ان شركه واتساب وصلت المعلومه بشكل مختصر وخاطئ، وشركه واتساب اعتذرت عن طريقه توصيل المعلومه واجلت التنفيذ لحد 15 مايو لحد ما توضح للناس طبيعه الموضوع. اذا في الفتره اللي فاتت برضه مصائب قوم عند قوم فوائد. حضرتك سمعنا يا باشمهندس، بقول لحضرتك مصائب قوم عند قوم فوائد. ناس كتير بدات تروج لتطبيقات مختلفه، وبدات تطبيقات يدخل عليها مستخدمين كتير جدا، لدرجه ان في بعض التطبيقات احتفلت بزياده الاعداد بشكل مهول بعد هذه الاشاعه او الحاجه الغير واضحه بالنسبه للناس. مدى دقه هذا الكلام؟ ده حقيقي فعلا، خصوصا بعد التويتة اللي اطلقها ايلون ماسك صاحب شركة تسلا لما دعا الناس انها تستخدم تطبيق سيجنال. هو تطبيق سيجنال طبعا الخصوصية فيه اكبر بكتير من واتساب. تطبيق سيجنال بيجمع الاسم ورقم الموبايل اللي حضرتك بتسجل بيه والميل فقط، لكن ما بيجمعش عنك بقى الحاجات اللي واتساب بتجمعها زي اللوكيشن ونوع الموبايل والتفاصيل الكتيره الجروبس اللي انت مشترك فيها والحاجات دي. وطبعا من ناحيه اختصار تطبيق سيجنال افضل، ولكن لسبب واحد بس، لان تطبيق سيجنال عباره عن مؤسسه غير هادفه للربح. فده الفرق الوحيد بينها وبين الواتساب. يعني مش الواتساب كان منفصل، والنهارده الواتساب اصبح ربحي ودخل تبع للفيسبوك. باشمهندس محمود، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التوضيح. حضرتك دلوقتي طمأنت الناس، وضحت الصوره، وان هذا التحديث تم تأجيله ولم يتم إلغاؤه، وهذا التحديث آمن على الناس. بصوا يا جماعة، باختصار كده، الفيسبوك كنت حضرتك بتيجي تدخل مثلا على أي موقع أنت مسجل فيه بالفيسبوك، كنت ممكن وانت داخل بتبحث عن سلعة معينة، فتيجي تبص تلاقي تقول الله الفيسبوك جاب لي السلعة كلها قدامي، وتبدأ تدور على مثلا كمبيوتر، على موبايل، يبدأ كل ده بيظهر قدامك وتقعد تستغرب هو ازاي جاب دي. دلوقتي فيسبوك اشترى واتساب، وبناء عليه تم الربط ما بينهم. فلما حضرتك بتخش مثلا على الفيسبوك وتبدأ تعمل تضغط على الايكون اللي بتضغط بيها على الواتساب عشان تتواصل تجاريا مع احدى الشركات، بيبدأ يجمع المعلومات دي، المعلومات اللي هي السلعة او المنتج او الحاجة اللي حضرتك بتتكلم عليها، ويعرضها من خلال الفيسبوك. وهي عملية تجارية زي ما باشمهندس محمود قال. حبينا نوضح ونجيب الكلام من مختص فاهم هو بيقول ايه، ما يبقاش كلام والسلام بيتقال في اي وقت واي مكان. نروح لموضوع تاني. رساله جات لنا، بس قبل ما اقول الرساله، طبعا جهود كبيره بتعملها الدوله لتقنين الاوضاع في كل حاجه في مصر والقضاء على اي فساد من اي نوع، من ضمن هذا قانون التصالح. طبعا كلنا ضد اي حد يتعدى على املاك الدوله، وكمان التعدي على الأراضي الزراعية، ولكن جاري تقنينه والتصالح فيه. الجديد بقى الرسالة اللي جات لنا من المدن الجديدة، وتحديدا من مدينة دمياط الجديدة. في مدينة دمياط الجديدة مثل كل مكان
بدأ يتم التصالح على الأخطاء. طبعا الأخطاء هنا أو المشاكل هنا والمخالفات مش بنى على أرض زراعية ولا اعتداء على أملاك دولة، احنا بنتكلم في المباني الرسمية المرخصة. المدينة كانت في سنة 80، في ناس بنت في الثمانينات وناس بنت في التسعينات وناس بنت حديثا ومؤخرا مع انتشارها زيها زي بقية المدن اللي بدأت تتوسع بشكل كبير جدا. كان في الأول المناطق والأحياء القديمة ما كانش فيه مسموح ببدروم أو جراج، فكان البيت بيطلع ما فيش فيه الكلام ده، وكان طبيعة المباني مبنية على إن في مثلا في بعض الأماكن ثلاث أدوار. بعد كده بيرخص بالخدمة، بتبقى عبارة عن حمام ومطبخ مثلا، بيبقى حوالي ثلث مساحة المباني. وبعد كده بتعمل حاجة بيسموها الروف. أغلب المباني دي، لأن طبعا إحنا درسنا الكلام قبل ما نتكلم عشان ما نقولش كلام في الفاضي، فالمباني دي كان أغلبها بيبقى البيت والبيت وما بينهم بيت، فبالتالي الأربع أضلاع منهم ضلعين مختلفين أو مختفيين، بيبقى فيه الواجهة والخلفية اللي بتطل على الحديقة. الناس رخصت حاجة اسمها مظلة مفتوحة، وتقال إن ممكن تقفلوها بعد كده. الناس بعد كده مع التطور العمراني بدأت تعمل إيه؟ تقفل شبابيك للواجهة الأمامية والخلفية عشان اللي عنده ابن وكبر وهيتجوز وكده. فجأة طبعا لما طلع القانون اكتشفوا إن دي مخالفة، فبالتالي الناس سعت إن هي تمشي مظبوط وبشكل قانوني، وراحت لجهاز التعمير عشان تبدأ تقنن وتبدأ تشتغل في هذا الأمر. وبالفعل راحوا ودفعوا الجدية بتاعة التصالح واتقال لهم خلاص اوكي يلا كملوا الإجراءات، وراحوا للمهندسين برا وجابوا ورق من نقابة المهندسين ورسومات هندسية وحاجات كتير جدا. وبعد كل ده للأسف تم رفض التصالح. ليه؟ حصل يعني الكلام اللي اتقال من الجهاز، حصل ان في تعديل في القانون او الإجراء، ان لازم عشان تقفل الروف لازم تاخد دور او تعمل جراج، تاخد دور او تعمل جراج. طب اللي كان مش مسموح له قبل كده وحرم من الحق ان هو يعمل جراج او بدروم في وقت من الاوقات لانه كان غير مصرح، فالنهارده ما نقدرش نجبره ان هو يعمله. فبعد كده لو هو عمل دور كمان، المباني هل هي تستحمل ان هي تاخد دور كمان؟ وحاجه تانية، احنا النهارده بنتكلم في شبابيك تتشال او تتحط، يعني المخالفه ممكن تتشال بالشبابيك، بس في اسر موجوده في هذه الاماكن، فالنهاردة عشان تعمل دور النهاردة التكلفة من 70 ل 90 ألف عشان ترخصه، وكمان غير المباني. فاللي معاه الفلوس دي هيروح يشتري برا، وبكده احنا زي ما بنقول بنتكلم في مصلحة الوطن والمواطن. فالنهاردة الناس عاوزة تصحح أوضاعها وعاوزة تعمل تصالح، وفي نفس الوقت الدولة هتستفيد بالمبالغ اللي هتدخل. فأنا أرجو وأتمنى وكل ثقة في أن الرجاء ده هيوصل للمهندس محمد رجب رئيس جهاز التعمير بمدينة دمياط الجديدة، أن يتم مراجعة الأمر خاصة في الأحياء القديمة والمباني اللي اتبنت من فترة طويلة. ده كان موضوع من المواضيع والرسائل اللي جات لنا، وموضوع عام واتكلم فيه ناس كتير. قبل ما أختم، إحنا معانا قد إيه يا جماعة في الكنترول بعد إذنكم قولولي؟ إحنا معانا وقت قليل جدا، هنقول رسالة سريعة. الرسالة السريعة دي جات لي، أنا دايماً ببص على رسائل الجماعية، من الرسائل اللي بتجيلنا على الفيسبوك أو على الواتساب بتاع البرنامج أو على الرابط الدائم بتاعنا، لكن في رسالة جات لي تبدو إن هي شخصية، أنا هتناولها بشكل مختلف. هو إمام مسجد بالمنزلة الأهلية، هو باعت اسمه، أنا مش هقول اسمه احتراماً ليه وللطرف الآخر، لأن إحنا مش على خصومة مع ده ولا مع ده. هو بيتكلم عن مشكلة الرؤية الخاصة بأولاده أو محروم من أولاده، وفي قضية طلاق، ده كل ده ما يهمنيش. اللي يهمني إن الراجل بيقول إن هو اكتشف بعد كده إن عائلة زوجته لها ميول إخوانية، والعيلة دي سافرت بره مصر وقعدوا في تركيا. وما أدراك ما تركيا، وحضراتكم طبعا عارفين القصة واللي بيحصل هناك وكده. طلبوا إن هم ياخدوا زوجته معاهم والأولاد، فهو الراجل خايف إن أولاده يتحط في دماغهم فكرة الأخوانة، وهو عاوز أولاده يطلعوا مصريين زيه بيحافظوا على الوطن. خلي بالكم من النقطة دي، لأن في قنوات وفي مواقع وفي حاجات كلها بتبث أفكار معادية للدولة المصرية، وهذا مرفوض، لأن احنا بنبحث عن جيل ومستقبل مصري وطني قوي. دي كانت سبوتاتنا، وفي نهاية حلقتنا
لازم نوجه لكم الشكر ان كنتم معانا النهارده. في انتظار رسائلكم وموضوعاتكم، وان شاء الله نلتقي في حلقات قادمه نقدم فيها سبوتات متنوعه مختلفه مفيده للجميع باذن الله. ودايما كما تعودنا في الختام، سلام.